ربما أجندة هذا الأسبوع بالنسبة لأسواق العالمية. انضم إلي مباشرة من دبي رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في شركة إيكويتي جروب. رائد أهلا بك. أسبوع مهم ربما ننتظر فيه تصريحات الفد باجتماعهم السنوي لجاكسون هول، وأيضا نتحدث عن شهية لأخذ المخاطر مرة أخرى. الكل ينتظر المزيد من التفاصيل بما يخص الفاكسينز وكلمة دونالد ترامب. ماذا سوف نراقب بشكل أساسي، وهل هذا المومنتم إيجابي سوف يستمر هذا الأسبوع؟ طبعا يعني نحن عم نلاحظ الارتفاعات والجو الايجابي الذي خلقه الحديث عن اولا انخفاض في اعداد الاصابات في الولايات المتحده الامريكيه، السماح للفي اي بي استخدام البلازما وبشكل طارئ، الامال الايجابيه باللقاح، كل ذلك يعطي امل للمستثمرين الذين تقطعت بهم السبل في اتجاه الاستثمار. يعني اذا بدنا ننظر للمستثمرين اين يتجهون للاستثمار، نلاحظ أنه الاستثمارات الآمنة التي متمثلة بالسندات هي بعوائد منخفضة ومتدنية بشكل كبير جدا. على سبيل المثال نحن عن عوائد السندات لعام واحد في الولايات المتحدة الأمريكية عند 0.11، بينما التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع إلى مستويات 1%. إذن هي علاقة خاسرة إن صح التعبير. وفي نفس الوقت أيضا عندنا سندات أخرى بالمنطقة السلبية في المنطقة الأوروبية. إذن بالنسبة للمستثمرين هم مضطرين إما للاتجاه نحو ملاذات آمنة كالذهب كخزان قيمة، وأيضا هناك عرضة لعمليات جني أرباح وموجات جني أرباح حادة بنتيجة الارتفاعات الحادة. بصياغة أخرى هم مضطرين للتوجه نحو أسواق العائد المرتفع ومتفائلين بأي بيانات إيجابية قد تصدر في هذه الأسواق، وذلك سبب الارتفاعات القوية التي نشهدها حاليا، والذي يعني نوعا ما يعني confusing، أو بعض الناس أصبحوا يعني غير واضح الصورة بالنسبة لهم كيف ترتفع الأسهم في ظل هذا ظل أزمة كورونا. بالنسبة للمستثمرين الاتجاه والانتقائية في أسواق الأسهم هي التي ساعدت جاكسون هول. ننتظر بعد محضر اجتماع الفيدرال الأمريكي اللي أظهر أنه لا يوجد هناك نية في توسعة إضافية في برنامج التيسير النقدي، أو لا يوجد أي تصريحات أو غموض حول هذا الشأن، ننتظر مزيد من التوضيحات. هل يوجد مزيد من التحفيز من الفيدرال الأمريكي على الرغم أنه برنامج الفيدرالي بحوالي 3 تريليون دولار حتى الآن، وممكن أن يعرضوا لمزيد من التوسع كون الأغلبية هي في سوق الريبو. إجمالا الأنظار تتجه إلى نية الفيدرالي للخطة متوسطة إلى طويلة المدى بالنسبة لما يتعلق بالتضخم واستهدافات التضخم الذي يقفز بشكل سريع 1% حاليا كان 0.6. رائد، أين ترى إيكويتي مستويات الدولار؟ يعني بلا شك الدولار سوف يكون معرض لضغط أكبر في الفترة القادمة نظرا لعدم وجود الفرصة الجيدة فيما يرتبط بالدولار الأمريكي وعدم جاذبية السندات الأمريكية في الوقت الراهن ونتيجة برامج التحفيز، وبالتالي ذلك قد يستهدف مستويات دون مستويات 93 كمؤشر للدولار الأمريكي في الفترة القادمة، واستقرار عند هذه المستويات بشكل أكبر ممكن ضغط هذا يمثله العلاقات أو الخطط الممتدة الفترة الزمنية هي التي تربط هذا الأمر. إلى متى سوف يبقي الفيدرال الأمريكي على هذه السياسات التحفيزية، وهل هي لفترة ممتدة وطويلة بشكل أكبر؟ وبلا شك سوف يحفز ذلك أسواق الأسهم حول العالم وليس فقط في الولايات المتحدة. على المدى المتوسط كيف يمكن أن نتداول مراقبتنا لآخر مستجدات السباق الرئاسي ما بين جو بايدن ودونالد ترامب؟ وول ستريت يعني أزال يفضل دونالد ترامب بلا شك. يعني دونالد ترامب سوف يكون يعني نوعا ما ميال له الأسهم بشكل أكبر، ولكن إذا رأينا السنتمنت نلاحظ أنه دونالد ترامب خسر بشكل كبير أمام بايدن، والتوقعات حتى الآن هي حوالي يعني عند 42 دونالد ترامب بينما يتفوق فوق مستويات 50 بايدن. ولكن مجريات السباق الرئاسي هي تأثيراتها مؤقتة مرحلية مع أي انقلاب بالكفة أو مع أي يعني نجاحات في بعض الولايات. أعتقد المشوار الرئاسي وإن كان 5 أشهر من الآن، ولكن بدأنا نرى انعكاساته على الأسواق بالتصريحات. دونالد ترامب يعني فشل في أكثر من نقطة بأن يقنع الأسواق بالشكل الكافي بأنه رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.